فاز في لقائه على اليابان. والحقيقة منتخب اليد زي ما قلنا بيكسب يخسر رجالة طول الوقت، رجالة طول السنين اللي فاتت عندنا منتخبات عظيمة وأجيال عظيمة عدت علينا كلهم رجالة. إن شاء الله في فرصة للتأهل حتى لو تاني المجموعة بإذن الله هنبقى في الدور المقبل بنواجه ثالث ورابع المجموعة الثانية، ثالث أو رابع المجموعة الثانية، وبالتالي هيبقى عندنا فرصة إن شاء الله إن احنا نتقدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. تعالوا ناخد أول مداخلة مع الأستاذ محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد. دكتور محمود العدل، دكتور محمود صباح الفل وسعيد جدا باللي بيعمله منتخب اليد، وردود الأفعال العالمية على منتخب اليد دايما إيجابية، دايما بتفرحنا ودايما بنرفع راسنا إن عندنا منتخب جماعي قوي جدا جدا، في اي حاله بيبقوا لعيبه رجاله. فببارك لحضرتك الاول على الفوز النهارده على اليابان، وكالعاده الحقيقه منتخب رجاله. صباح الفل وصباح الخير على الشعب المصري كله، والف مبروك لمصر كلها على الفوز اللي حققه منتخبنا النهارده. طبعا ده كان فوز كنا متوقعينه طبعا، وكنا املنا كبير فيه رغم ان احنا بنلعب اليابان وعلى ارضها وفي عقر دارها، الا ان ده من ضمن المباريات اللي احنا كنا ضامنين نكسبها ان شاء الله، خصوصا بعد الهزيمه اللي عدت مع الدنمارك. الاولاد النهارده ادوا اداء جيد جدا، التايم الاول خرجنا فيه بنتيجه كبيره وتراخينا شويه في التايم الثاني طبعا، لان المدرب بيحاول يوزع المجهود بتاعه عشان المباريات اللي طبعا جاي. عندنا لسه لقاءين، ولقاء السويد ما هوش لقاء سهل طبعا. انا النهارده برضو انا حابب ابارك للكابتن احمد الاحمر النجم الكبير، اللاعب الدولي، اللاعب التاريخي، النهارده احضر 8 اهداف وكده بقى هو الهداف التاريخي لمصر في الاولمبياد. طبعا تمام طبعا، وهو اصلا الهداف التاريخي لمصر في كاس العالم، وهو برضو الهداف بتاع الزمالك في كاس العالم للانديه. صح، الف 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 مبروك يا كابتن احمد، فعلا اسم كبير يستحقه، فعلا هو المنسق الاول للمنتخب القومي لكرة اليد. صح صح، مبروك لمصر كلها، وان شاء الله كده يا رب المباريات اللي جايه واللي بعدها، احنا لسه عندنا الماتش اللي جاي هيبقى السويد وبعدين البحرين. والبحرين صح. تمام طبعا، احنا كده يعني انا عايز اقول طبعا هنتاكد ان شاء الله طلوعنا ل الدور المقبل، لكن بقى المراكز هي اللي هتفرق يعني. تمام، لكن يعني احنا برضه بنسعى ان احنا بدل ما نبقى يعني ما نبقاش بعد الدنمارك والسويد، يا رب نبقى بعد الدنمارك بالظبط على طول، نبقى الثاني عشان نلعب الثالث في المجموعه اللي جايه ان شاء الله. املنا كبير في المنتخب بتاعنا، منتخبنا هو منتخب السعاده، هو اللي بيقدم الفرحه دايما للشعب المصري، هم الفراعنه، هم اللي بيرفعوا اسمنا في كل المحافل الرياضيه، ربنا دايما يوفقهم يا رب. صح دكتور محمود، انا بشكر حضرتك جدا، ببارك لك مره تانية، وان شاء الله بارك لك باذن الله بعد التاهل كمركز تاني ان شاء الله بعد الدنمارك، وباذن الله نكمل ونتقدم اكتر في البطوله. تحيه لاحمد الاحمر.